شباب انا حاب اهنيكم واهني زميلكم معتز مناسبة تأهل البحثة وحصول على المركز الاول على مدينة الرياض والثاني على المملكة. مبروك يا معتز. وانا استاذ ما فاز بحثي؟ والله يا مالك للاسف لا. وليش؟ والله بحثك يا مالك جدا رائع ممتاز، لكن اذا تذكر في بعض الملاحظات انا كلمتك عنها حتى استعدلها ما عدلتها. انا واثق من قدراتك وانا متاكد انك المرات الجايه راح تبدع وراح ان شاء الله يتاهل بحثي. انا كنت اتمنى اني اشارك ابوي الفرحه وتفوقي، لكنه معذور وزي ما قلت انه عنده ظروف بالعمل. سواء كنت حاضر او غايب، اعرف اني راح ابقى ولدك المتفوق واللي انت تفتخر فيه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.